الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس محكمة النقض ورئيس هيئة النيابة الإدارية. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ ومترو الأنفاق. وانطلاق المنتدى الوطني للحوار بالجزائر لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للقاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع رئيسين الجديدين لمحكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية، حيث أكد الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون. كما قام الرئيس السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أماني محمد بدر الدين الرفعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. الأولى قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد القاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون. يعين السيد المستشار عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. وجه الرئيس السيسي بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، شدد السيسي على وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في حجم المشروعات القائمة والجديدة. من ناحية أخرى، وجه السيسي بالاستمرار في أعمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق وكذا أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو. هذا وتناول الاجتماع تحويل الموانئ المصرية لتصبح موانئ خضراء. كما تم عرض نتائج أعمال اللجنة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة ميناء دمياط والمنطقة الحرة. ترأس قداسة البابا طدروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس الإلهية من دير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، حيث تم سيامة 23 كاهنا جديدا للخدمة في عدد من الكنائس داخل مصر وفي كندا وأستراليا، وذلك بحضور مجموعة من الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة وعدد كبير من شعب الكنيسة. ككاهن عام بالقاهرة في زماروت نجيب ابن بمايس قوام انبارف منوجانيس. في الشأن السوداني، أعرب وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان. يأتي هذا فيما رحب رئيس الاتحاد البرلماني العربي عطف الطراونة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وتحفظ أمنه واستقراره. هذا وأعلنت قوى الحرية والتغيير أنه سيتم خلال هذا الأسبوع اختيار رئيس الوزراء، فيما ستقوم لجنة فنية بصياغة اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سيوقع عليه كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
ردود فعل عربية ودولية واسعة النطاق رحبت بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير حول ترتيبات المرحلة الانتقالية كخطوة مهمة لبداية مرحلة جديدة يسودها الاستقرار في السودان. وفي بيان للأمم المتحدة هنأ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش الاتحاد الإفريقي وأثيوبيا على دورهما في التوسط في المحادثات، داعيا جميع الأطراف في السودان إلى ضمان تنفيذ الاتفاق في الوقت المناسب وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار. بدورها أكدت مصر التزامها بكل ما يلزم نحو دعم السودان لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة دوره المهم عربيا وأفريقيا ودوليا، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. كما أعربت الجامعة العربية عن ثقتها في قدرة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان. من جانبها أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أنه سيتم خلال هذا الأسبوع اختيار رئيس الوزراء، فيما ستقوم لجنة فنية بصياغة اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سيوقع عليه كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. وينص الاتفاق على تقاسم السلطة لمدة 3 أعوام يعقبها إجراء انتخابات في تطور دفع آلاف السودانيين للخروج إلى الشوارع للاحتفال بأول خطوة نحو انتقال سلمي للسلطة. لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. كشف تقرير استخباراتي أن تركيا تستعد لتسليم الميليشيات الإرهابية في طرابلس 8 طائرات بدون طيار. وأضاف موقع أفريكا انتليجنس في تقريره أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وصل إلى تركيا في زيارة غير معلنة لطلب الدعم العسكري والمادي من الرئيس التركي. المزيد في سياق هذا التقرير. في خطوة جديدة لدعم الإرهاب في ليبيا، تستعد تركيا لتسليم الميليشيات الإرهابية في طرابلس 8 طائرات بدون طيار بحسب تقرير استخباراتي نشره موقع أفريكا انتليجنس. التقرير تحدث عن زيارة غير معلنة لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى تركيا لطلب الدعم العسكري والمادي من أردوغان، لكنه هذه المرة يبحث عن دعم بوحدة تركية عسكرية على الأرض الليبية وليست الطائرات فقط، أمر قد لا يلتزم به أردوغان بحسب التقرير بسبب التهديد المباشر الذي ستتعرض له القوات التركية على الأرض، خصوصا بعد إسقاط الجيش الوطني الليبي مؤخرا 3 طائرات تركية من دون طيار واستهداف مركز التحكم الخاص بتلك الطائرات بمطار معتيقة. ومع استمرار المعارك حول العاصمة طرابلس، أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن العملية العسكرية في طرابلس هدفها تحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية وليس السيطرة على النفط، مشيرا إلى أن التقدم نحو طرابلس يعتمد على عملية عسكرية شاملة ولا يعتمد على موقع معين. حفتر نفى أيضا تأثير الانسحاب من مدينة غريان غربي البلاد على العملية العسكرية في طرابلس. في تلك الأثناء دفع الجيش الوطني الليبي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمحاور القتال في العاصمة، تعزيزات تتضمن كتائب عسكرية تشارك لأول مرة في القتال منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة في أبريل الماضي، كما تتضمن كتائب أخرى شاركت في عملية تحرير بنغازي ودرنا. من ناحية أخرى، قام اللواء 9 للجيش الوطني الليبي بتركيب منظومة حديثة للدفاع الجوي بعد تكرار هجمات الطائرات المسيرة تركية الصنع من داخل طرابلس على بعض المواقع العسكرية.
انطلقت بالعاصمة الجزائرية فعاليات المنتدى الوطني للحوار الذي دعت إليه المعارضة، ويهدف المنتدى إلى إيجاد أرضية توافقية بين أطياف المعارضة الجزائرية للخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد وبحث السبل الكفيلة والظروف المواتية لتنظيم انتخابات رئاسية. هذا وأكد وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون أن الدولة لن تدخر أي جهد لمرافقة الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر من أجل تحقيق التغيير الذي تصبو إليه. وقال دحمون أن الجزائر في أمس الحاجة لبناء منظومة سياسية جديدة متكاملة متوافقة مع توقعات الشعب، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي هو المد الذي يتم الاستعانة به لإيصال البلاد لمرفأ النجاح. أدان برلمان إقليم كردستان العراقية القصف التركي لمناطق داخل حدود الإقليم الإدارية، مشيرا إلى أن القصف تسبب بمقتل وإصابة عدد من المواطنين. كما طالب البرلمان الحكومة الاتحادية في العراق بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها وفق الدستور العراقي واتخاذ إجراءات الحفاظ على المناطق وحياة المواطنين. أعلنت قيادة عمليات بغداد إحباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة العراقية. يأتي هذا فيما بدأت الشرطة العراقية عملية أمنية في مناطق وقرى محافظة ديالى لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابية. وأوضح متحدث باسم شرطة ديالى أن قوة أمنية مشتركة بدأت في تفتيش الدور السكنية والطرق بقرى المحافظة لملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي، وأشدد على أن العملية ستستمر حتى تحقيق الأهداف الموضوعة لها. نفت القوات العراقية المشتركة وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار. وصرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول بأن ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام حول هذه المسألة غير صحيح، وأكد أن القاعدة عسكرية عراقية وتضم مستشارين أمريكيين لأمور التدريب والتسليح. لم يتمكن نازح الموصل من العودة إلى ديارهم رغم مرور قرابة عامين على طرد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بسبب حالة الدمار التي خلفتها معارك تحرير المدينة. قبل نحو عامين أعلنت السلطات العراقية تحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش الإرهابي، وعلى الرغم من ذلك فما يزال هناك ما يزيد عن 300 ألف من أهل المدينة يسكنون المخيمات التي لجأوا إليها هربا من بطش التنظيم الإرهابي. نازح الموصل الذين يمثلون حوالي 5 نازحين في كل العراق يواجهون جملة من التحديات التي تقف عقبة في سبيل عودتهم إلى ديارهم مرة أخرى. فعلى الرغم من القضاء على تنظيم داعش إلا أن أثار التخريب والدمار ما تزال قائمة، حيث أدت المعارك لتدمير 140 ألف منزل بالإضافة إلى مراكز الخدمات المختلفة في الموصل عاصمة محافظة نينوى. وبحسب المجلس النرويجي للاجئين فإن 78% من منازل أهل الموصل قد هدمت بشكل كامل أو تضررت جزئيا على أقل تقدير. التضرر الشديد للبنية التحتية في الموصل
ضعف من تكلفة إعادة إعمار المدينة في وقت لا تتوافر الموارد اللازمة لدى الحكومة العراقية. مخيمات النازحين هي أيضا باتت تعاني من تدني مقومات الإعاشة بها جراء فقدان غالبية المقيمين بها لمصدر رزقهم ومدخراتهم، بل والمستندات الرسمية التي تثبت هويتهم أو حقوقهم في ممتلكاتهم، ما يفاقم من أزمة هؤلاء النازحين بين مدينة لا يستطيعون العودة إليها ومخيمات لم تعد تصلح لبقائهم بها. وصلت ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي للأحياء السكنية في محافظة الحديدة غربي اليمن. وذكرت مصادر يمنية أن الميليشيات قصفت أحياء سكنية بالحديدة بأكثر من 18 قذيفة هاون، كما قصفت مخيما للنازحين بصاروخ كاتيوشا، ما أسفر عن إصابة طفلين. كان الحوثيون قصفوا المخيم نفسه في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال. قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع الميليشيا الحوثي في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وأوضح الجيش اليمني أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد. أعلن الجيش السوري تدمير نقاط تابعة لمسلحين من جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي بعد اشتباكات عنيفة في شمال غربي محافظة حماة. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إن الجيش تصدى لهجمات صاروخية شنتها المنظمات الإرهابية على نقاط أمنية ومناطق سكنية، مشيرا لأن المواجهات أسفرت عن تدمير أسلحة ثقيلة وآليات محملة برشاشات ومقتل عدد من الانتحاريين. أصيب 14 جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاختناق إثر حريق اندلع داخل سجن عسكري بإحدى القواعد العسكرية. وذكرت مصادر في جيش الاحتلال أن الحريق ناجم عن حدوث مس كهربي في أحد الأجهزة بالسجن. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ليهود إسرائيليين من أصول إثيوبية وهم يرددون صيحات داعمة لفلسطين ومنددة بإسرائيل خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال. ويظهر المتظاهرون في الفيديو وهم يقطعون طريقا في إسرائيل ويهتفون باللغة العربية والعبرية والإنجليزية الله أكبر وفلسطين حرة وغيرها من الهتافات. هذا وتتواصل في إسرائيل احتجاجات للمتظاهرين من أصول إثيوبية جراء مقتل يهودي من أصول إثيوبية على يد شرطي إسرائيلي. We'll be right back.
قرر أردوغان عزل محافظ البنك المركزي بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة لمواجهة انهيار سعر الليرة التركية. ويأتي قرار أردوغان بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معارضته لسياسة البنك المركزي، وتعهد بحل حاسم لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24%. أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية أن إطاحة أردوغان بمحافظ البنك المركزي التركي تثير شكوكا حول استقلالية هذه المؤسسة تحت حكم الرئيس التركي الحالي. وحذرت الوكالة من أن هذا القرار ينذر برد فعل عنيف في الأسواق المالية التركية. وأشارت إلى أن أردوغان يستغل السلطات الممنوحة له لتحويل النظام السياسي في تركيا إلى أداة تنفيذية. وفي هذا الصدد أوضحت الوكالة أن أردوغان أصدر قرار العزل بموجب القوانين الجديدة التي سنها مؤخرا ومنحته صلاحية تسمية محافظ البنك المركزي بعد أن كان هذا الأمر حقا أصيلا لمجلس الوزراء. ويواصل الاقتصاد التركي مسلسلا النزيف المستمر سواء على مستوى تراجع الليرة أو مستوى الديون الخارجية. فعلى صعيد سعر الصرف يتواصل تراجع الليرة التي فقدت نحو ثلث قيمتها في أقل من عام، مدفوعة بتراجع الناتج المحلي التركي والسياسات النقدية الخاطئة. جراح الاقتصاد التركي تتعمق يوما بعد يوم، خاصة مع استمرار نفس السياسات الاقتصادية الخاطئة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلا عن تضاؤل هامش الحريات السياسية والفكرية إلى حد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية التركية. فعلى صعيد سعر الصرف يتواصل تراجع الليرة التي فقدت نحو ثلث قيمتها في أقل من عام، مدفوعة بتراجع الناتج المحلي التركي والسياسات النقدية الخاطئة وعدم استقلالية البنك المركزي وتدخل أردوغان وصهره الذي يتولى وزارة المالية في قرارات المركزي التركي. تدهور العملة مع تصاعد التضخم جعل الاحتياطي النقدي الأجنبي يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فقد المركزي أكثر من 680 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي بدون أن يلوح في الأفق احتمال توقف هذا التراجع قريبا. وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الخزانة والمالية التركية، فإن إجمالية الديون الخارجية تتصاعد بشكل قياسي، حيث سجلت زيادة في نهاية مارس الماضي بنحو 8.61 مليار دولار على أساس ربع سنوي. الفشل الاقتصادي لأردوغان ينعكس بقوة على الحياة اليومية للأتراك، وهو الأمر الذي جعل من انتخابات بلدية اسطنبول المعادة فرصة لعقاب النظام الحاكم من خلال التصويت لصالح مرشح المعارضة أكرم إمام أغلو الذي بات يمثل أيقونة للمقاومة وأملا في التخلص من حكم أردوغان الفاشي والفاشل. أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجرى غدا، وبعد مضي أكثر من أسبوعين على هزيمته في انتخابات برلمان أوروبا، تقدم تسيبراس بطلب لدى الرئيس اليوناني لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرا إلى أن البلاد خرجت من أزمة مالية خطيرة وفي حاجة إلى الاستقرار وليس إلى معركة انتخابية طويلة الأمد. نفى مسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة ما تردد عن تعرض إحدى الناقلات العملاقة التي ترفع علم بريطانيا لتهديد في مياه الخليج العربي. وأضاف أن ناقلة النفط باسيفيك فيوجر توقفت في إطار إجراء روتيني ووصلت سيرها بعد ذلك. وكانت إيران نفت في وقت سابق تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة وصفة إياها بالمفبركة. أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أن واشنطن تنظر في إمكانية إلغاء إعفاءاتها من العقوبات الأمريكية الممنوحة لبعض المتعاملين مع إيران. وأوضح بولتون أن هذا الإجراء قد يأتي ردا على تجاوز مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب الحد الأقصى المسموح به حسب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وانسحبت منه واشنطن العام الماضي. وشدد بولتون على أن طهران لا تحترم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولم تنوي التخلي عن تطلعاتها للحصول على الترسانة النووية.
أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به في الاتفاق النووي اعتبارا من الغد. وأكد ولايتي أن رفع مستوى التخصيب سيكون متناسبا مع حاجات إيران لاستئناف أنشطتها النووية السلمية، مضيفا أن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى ما يزيد عن 3.67% حسبما تسمح به الصفقة تمت الموافقة عليه بالإجماع من جانب كل مكون من مكونات المنشأة. هذا وانتقدت موسكو وطهران دعوة واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية بعد تخطي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 300 كيلوغرام. واعتبر ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن بحث انحراف إيران عن تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ليس من اختصاص مجلس محافظي الوكالة. أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب على هامش قمة الـ20 في اليابان أعطى دفعة للأمام لتكثيف وتنشيط الحوار بين البلدين حول الأمن الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذا أمر مطلوب وضروري للعلاقات الثنائية وللمجتمع الدولي بأسره. وأضاف أن نائب وزير الخارجية الروسية سيلتقي في جنيف يومي 17 و18 من الشهر الجاري مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح. كشفت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن مستعدة لتعزيز التنسيق مع بكين لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية رغم الحرب التجارية المستعرة بين بكين وواشنطن. وكان نائب وزير خارجية الصين قد أجرى محادثات هاتفية مع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، تبادل الجانبان خلالها وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل دفع التسوية السياسية. قالت كوريا الشمالية أن الطالب الأسترالي أليك سيجلي الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا بعد احتجاز لمدة أسبوع قام بنشر دعاية مناهضة لبيونغ يانغ وانخرط في أنشطة تجسس عبر تزويده منافذ إعلامية لها آراء نقدية للشمال بصور ومواد أخرى. وقامت بيونغ يانغ بترحيل الطالب أمس الأول بعد أن طلب العفو عن أنشطته التي وصفتها بأنها تنتهك سيادة كوريا الشمالية. أعلن مسؤولون عسكريون أفغانيون مقتل وإصابة 8 من مسلحي حركة طالبان في غارة جوية شنتها القوات الأفغانية على إقليم فرح غربي البلاد. يأتي هذا فيما قتل شخصان على الأقل وأصيب 20 آخرين في انفجار وقع داخل مسجد بإقليم غزني بوسط البلاد. من جانبه قال المتحدث باسم حاكم الإقليم أن الانفجار وقع في مسجد المحمدية في مدينة غزني أثناء أداء المصلين لصلاة العشاء، مضيفا أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة. أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان مقتل جنديين وإصابة ثالث إثر انفجار وقع داخل إحدى الوحدات العسكرية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الانفجار ناجم عن قذيفة دبابة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في ملابساته. أعلن مسؤولون هنود إصابة جنديين من قوات الجيش الهندي إثر قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار على مناطق ومواقع على طول خط المراقبة في مقاطعة راجوري بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. من جانبه قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية أن القوات الباكستانية بدرت بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل غير مبرر عبر إطلاق النيران من أسلحة صغيرة أعقبه قصف بقذائف الهاون، مضيفا أن الجيش الهندي قام بالرد على إطلاق النار بشكل لائق. أظهرت استطلاعات الرأي أن ائتلاف رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في سبيله للفوز بأغلبية كبيرة في انتخابات مجلس المستشارين الغرفة الثانية بالبرلمان. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف أبي الذي يتكون من الحزب الديمقراطي الحر وحزب كوميتو قد يفوز بأكثر من 63 مقعد من أصل 127، أي غالبية المقاعد التي يجري التنافس عليها. وتجرى انتخابات مجلس المستشارين في 21 من الشهر الجاري وتتم كل 3 أعوام.
لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 2500 آخرين، وما زال هناك 13 مفقودا جراء موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت منطقة إيركوتسك الواقعة في إقليم سيبيريا قبل نحو أسبوع، وتأثر أكثر من 33 ألف شخص بالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وبدء عمليات الإنقاذ. أعلنت السلطات الأمريكية أنه لا يوجد أي خطورة من حدوث موجات مد عاتية تسونامي في المنطقة التي ضربها زلزال بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر جنوب ولاية كاليفورنيا. وقالت دائرة الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو أن شخصا واحدا أصيب بجروح طفيفة، وأن بيوتا عدة قد تضررت جراء زلزال الذي ضرب منطقة على بعد 60 ميلا وعلى بعد 25 ميلا شمال لوس أنجلوس. جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعوته للحوار بين الحكومة والمعارضة مشددا في الوقت ذاته على رغبة حكومته في السلام. جاء ذلك في كلمة لمادورو خلال عرض عسكري تم تنظيمه احتفالا بعيد استقلال بلاده 208 بمشاركة الدبابات والمقاتلات والقوات الخاصة.
هذا ودعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أنصاره لمواصلة التظاهر معربا عن استعداده للحوار مع السلطات شرط تحقيق أهداف أساسية. وقال غوايدو أن تلك الأهداف هي رحيل الرئيس نيكولاس مادورو وتشكيل حكومة انتقالية وتنظيم انتخابات حرة. Las próximas semanas son claves. Hay que salir a las calles a manifestar lo que está pasando en toda Venezuela. في أخبارنا الرياضية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لأسر الشهداء لحضور مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام جنوب أفريقيا في الدور 16 بكأس الأمم الأفريقية. هذا ويلتقي المنتخب الوطني في 9 من مساء اليوم مع منتخب جنوب أفريقيا على استاد القاهرة في إطار دور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويسعى الفراعنة للفوز في مباراة اليوم لاقتراب خطوة من التتويج باللقب الثامن. وكانت مصر حققت العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على زيمبابوي والكونغو وأوغندا على التوالي لتتصدر المجموعة الأولى. وتعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اختبارا قويا للمنتخب الوطني رغم تراجع مستوى منتخب الأولاد. المزيد عن تاريخ المواجهات بين المنتخبين في العرض التالي. يبدي الشارع المصري تفاؤلا بفوز المنتخب الوطني على نظيره الجنوب أفريقي في دور 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة أن نتائج المباريات الرسمية بين الفريقين تظهر تفوقا كبيرا لصالح المنتخب المصري. المزيد في سياق هذا التقرير. تحدة المنافسات، تتواصل فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 من يوليو. قوة المباريات منحت المسابقة القارية نكهة رائعة، قوة تستمر بمواجهة تجمع بين منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا في دور 16 بالبطولة. أتوقع فوز منتخب مصر إن شاء الله على جنوب أفريقيا بفوز 2-0 إن شاء الله لمصر. أتوقع فوز منتخب مصر 1-0 على منتخب جنوب أفريقيا بإذن الله محمد صلاح اللي هيجيب الجول. إن شاء الله مصر هتفوز 2-0. توقعاتي محمد صلاح وتريزيجيه. وتعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اختبارا قويا للمنتخب الوطني رغم تراجع مستوى منتخب الأولاد، وتحتاج مصر صاحبة الضيافة إلى الفوز للاقتراب خطوة من التتويج باللقب الثامن. إن شاء الله مصر هتكسب الماتش 2-0 صلاح وتريزيجيه، وإن شاء الله الجمهور هيقدم صورة مشرفة لأفريقيا. مصر إن شاء الله هتفوز على جنوب أفريقيا، ومحمد صلاح ربنا يديله كده يجيب 3 أجوان إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله مصر تفوز 3-0 توقعاتنا. إن شاء الله هنفوز بالبطولة ومصر هتكتسح جنوب أفريقيا وتكون نتيجة 4-0 إن شاء الله. 2-0 لمصر والأهداف محمد صلاح وتريزيجيه. 4 مواجهات رسمية جمعت بين الفراعنة والبافانا بافانا، استطاعت مصر تحقيق الفوز في معظمها، ما يمثل مصدر تفاؤل للمصريين قبل المباراة. توقعاتي لماتش مصر وجنوب افريقيا 2-1، واللي هيحرز الهدف ان شاء الله محمد صلاح وتريزيجيه. بتوقع ان شاء الله باذن الله فوز منتخب مصر على منتخب جنوب افريقيا 2-0، واللي هيحرز الاهداف احمد حجازي ومحمد صلاح. توقعاتي لماتش منتخب مصر وجنوب افريقيا 2-0. مواجهتان جمعتا منتخب مصر مع جنوب افريقيا رسميا في امم افريقيا في دور المجموعات نسخة 1996، وفازت مصر بهدف نظيف، ونهائي نسخة 1998 وفازت مصر بهدفين.
ان شاء الله انا اتوقع ان المنتخب يفوز 2-0. الحمد لله احنا الماتشات اللي فاتت كلها ادينا بشكل مميز، والمنتخب الحمد لله لسه لحد دلوقتي من اول ما البطوله انطلقت ما فيش ولا جون دخل فينا، واتوقع باذن الله 2-0 منتخب مصر. اتمنى مصر تفوز على جنوب افريقيا 4-0. منتخب مصر خلال مشاركته الحالية بالكان حقق رقما قياسيا بتصدره مجموعته بتسع نقاط مسجلا 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات، وهو ما يأمل أن يستمر في تحقيقه خلال مباراة جنوب أفريقيا. أهابت وزارة الداخلية الجماهير بالالتزام بإجراءات دخول استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة دورة 16 من بطولة أمم أفريقيا بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا اليوم. وأشارت الداخلية لوضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تستهدف أمن وراحة الجماهير، بما يؤدي إلى خروج المباراة بالشكل الذي يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين. وتؤكد الوزارة أنه تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 12 ظهرا على أن تغلق الأبواب في الساعة 8 مساء، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الفان ايدي والتذكرة الخاصتين بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة ببطاقة المشجع. تأهل منتخب بنين إلى دور الثمانية ببطولة كأس أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره المغربي 4-0 بركلات الترجيح في دور 16 للمسابقة. وكان الوقتان الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل بهدف لكل منهما، وفي ركلات الترجيح سدد لاعبو بنين كل ضرباتهم بنجاح، فيما أضاع للمغرب سفيان بوفال ويوسف نصيري. هذا وتأهل أيضا منتخب السنغال إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأفريقية بعد فوزه على نظيره الأوغندي بهدف دون رد ضمن منافسات دور 16. وسجل ساديو ماني هدف منتخب السنغال في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وبهذا الفوز يلتقي منتخب السنغال في دور الثمانية للبطولة القارية نظيره البنينية. أعرب معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سعادته بتنظيم بطولة كأس أفريقيا في مصر بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدور الأول. وقال حجي في مؤتمر صحفي أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدها لضمان نجاح البطولة، موضحا أن تنظيم البطولة جاء في وقت ضيق بالنسبة لمصر. يلتقي منتخب انجلترا مع السويد اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا. وكانت انجلترا فقدت حلم الفوز لأول مرة بكأس العالم بعد خسارتها بهدفين مقابل هدف أمام أمريكا في نصف النهائي، بينما خسر منتخب السويد من هولندا بهدف نظيف في الدور الرابع. يلتقي منتخب تشيلي مع منتخب الأرجنتين اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا، وتلقى منتخب تشيلي خسارة ثقيلة من بيرو بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة، بينما خسر الأرجنتين من نظيره البرازيلي بهدفين نظيفين في الدور الرابع. Alexis Sánchez.
خطفت الناشئة كولي جوفا الأنظار بموهبتها الاستثنائية وحيويتها على ملاعب ويمبلدون للتنس بعدما نجحت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 15 عاما في تحويل تأخرها بمجموعة أمام سلوفينيا بولونا إلى فوز بواقع 3-6 و7-6 و7-5 في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس. وكانت جوف فازت على ويليامز الفائزة باللقب 5 مرات في الدور الأول ثم على ميرجالينا التي وصلت إلى الدوري قبل النهائي. وبطولة ويمبلدون هي أقدم بطولة في تاريخ كرة المضرب وانطلقت نسختها الأولى عام 1877 وفاز بها البريطاني سبنسر جور. في أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. درجات الحرارة نكون قد وصلنا لنهاية النشرة الثالثة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس محكمة النقض ورئيس هيئة النيابة الإدارية. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ ومترو الأنفاق. وانطلاق المنتدى الوطني للحوار بالجزائر لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.